الفن التشكيلي هو لغة مثيرة أكيد يعبر عنها بالأفكار والمشاعر وتحكي قصصا بصرية تلامس النفوس، وأيضا تعبر عن بعض الأفكار والمشاعر اللي تجسد الجمال من خلال الألوان الأشكال والمواد المختلفة دعاء بالفعل اللي يستخدمها الفنان التشكيلي. هي مساحة رائعة جدا للتعبير. ضيفتنا اليوم فنانة تشكيلية مميزة تمكنت من ابتكار عالم فني خاص بها، الفنانة التشكيلية هدى الأوسي. صباح الخير يا هدى ويعطيك العافية، نورتينا. صباح الله بالخير، نورتينا. صباح النور. شكرا. العفو. بداية يمكن حابين نعرف شو اللي دفعك للانخراط بالفن التشكيلي وتجدي نفسك مايلة لأي نوع من مدارس الفن التشكيلي؟ بالحقيقة أنه أنا كنت عايشة بالسويد، فتركت السويد جيت للإمارات أعيش هنا، فحنيني واشتياق البنات اللي هم هناك فخلاني أنه أرسم، يعني قلت لازم أرسم، هذا الشيء طلع يعني كان مكبوت يمكن ورسمت وبديت أرسم، يمكن ما صار لي سنة تقريبا. وأي يعني مدارس أكثر؟ أكثر مدرسة أنه هي المدرسة البغدادية، أنه الفولكلور البغدادي، الفن الشعبي المتوارث، هذه أكثر الأشياء اللي تركزين عليها. ليش أحبها؟ أنا أحب أي شيء تراثي، يعني حتى هنا أنا بالنسبة للإمارات أو أي بلد، يعني يجذبني الشيء القديم المتوارث يكون هو. هدى أكثر شيء تهتمين على مخيلتك خاصة في هاي الأشياء اللي ذكرتيها، الأشياء التراثية، ولا لازم تكوني موجودة في هالموقع اللي يعبر عن الثقافة، عن التاريخ، عن الموروث الشعبي أو الثقافي وتبدئين ترسمين اللوحة؟ قمت أشوف أشياء مثلاً أشوف تعجبني أرسمها، بعدين مرور الوقت لا قمت أني مثلاً أبدأ أنه قمت أسوي لوحات خاصة بي، أنه أني أسوي مثلاً بالمعجون أنه أشياء 3D، يعني مو بس أنه بس مجرد مش بس ألوان ورسم، مش بألوان 3D تكون يعني ملموسة يعني. جميل. هدى ذكرتي أنه أنت يمكن مولعة بالفلكلور والبغداديات، يمكن دائما اختيار الفنان التشكيلي لنوع معين أو لمدرسة معينة دائما بيكون من وراها في هدف أو قصة أو رسالة عميقة حابب يوصلها. هل أيضا كان أنت إليك هدى رسالة من خلف اختيارك للبغداديات لحتى تتقنيها وتطلعيها للعالم الخارجي؟ أنا بالحقيقة يعني أنا متأكدة أنه كل إنسان داخله أنه فد الله خاله موهبة أو خاله فد كنز لازم يدور عليه. صح. لازم يبحث عنه، لازم يعني يحاول يكتشف نفسه، يحاول يكتشفه، لأنه ما ممكن الإنسان خالي بس مجرد يعني أنه أكيد إحنا مو آلات، يعني لازم أكفد شيء بداخلنا أنه إذا عنده هواية أو عنده شغف، وأني أفضل لو كل واحد يحب شغلة أنه صحيح يطورها وصحيح أنه ينميها. حلو. نعم. يعني هدى ذكرتي قبل ما نطلع اللقاء أن حبيتي أيضا تتوجهين من خلال الرسم أو الفن التشكيلي أنش ترسمين على الزجاج، كلمين عن هذه التجربة اللي بازالت في بداياتها. أي نعم. حبيت أشوف نفسي أنه أنا أقدر بالحقيقة، أنا بتحدي مع نفسي أنه أنا من أشوف شيء أقول أنا أسوي وراح أبدع به، وبالفعل من أول ما أسوي يطلع مضبوط. فجبت فازة منه ما مرسوم عليها أي شيء، وجبت ألوان الزجاج الخاصة أنه يكون الأوت التحديد ورسمتها، فرسمت على أيضا الزجاجيات أصبغها مثلا لون وبعدين أحددها بألوان الزجاج الخاصة بها. وهسه ما أنا مفكرة أنه أريد أرسم على القماش أيضا، يعني يعجب. اليوم نحن نعرف أي فنان سواء كاتب، شاعر، مطرب، يمكن أيضا فنان تشكيلي ورسام، في نوع معين من المشاعر بتحرضه على الإبداع. اليوم هل في مشاعر معينة ويمكن جو خاص فيكي هدى يدفعك للإبداع وبتحسي أنك أنت بحاجة للرسم والتعبير عن مكنونات نفسك، ولا هو مجرد إلهام بيجي من وقت لآخر بتمارسي على اللوحات؟ أنا قلت لك أنا اشتياقي لبناتي مو حرماني، إن شاء الله مو حرمان، بس الحنين إلهم خلاني أنه أنا أبدع بهذا الموضوع. ثانياً أكفى التحدي ويا نفسي أنه الإنسان مهما كبر، لأنه أنا معقولة يعني مو شاب صغيرة، بس أنا عندي يقين أنه الإنسان كل ما يكبر ما زال عنده طاقات. ما شاء الله عليك شباب، ما يبدأ. شكراً. شكراً حبيبتي، تسلمين. جميل. يمكن هاي الطاقة، ونفس ما قلتي هدى الواحد يكتشف قدراته وأيضا مواهبه يمكن في مثل هاي المجالات. هدى يمكن خلينا نتكلم شوي عن بعض اللوحات اللي قاعدة تظهر قدامنا على الشاشة، كلمينا عن هذه اللوحة، أتوقع لها علاقة بالثقافة البغدادية. أي نعم، الفولكلور البغدادي دائما
يحط البيسك اللي هي النخلة اللي هي رمز للعراق، انه هاي البيوت القديمة، انه هاي الشناشيل، هاي كلها سندباد صح. فهاي كل هالاشياء انه مثلا دائما يكون هذا الفتشي مائل، يعتبر عندنا هذا القبل النساء اللي تشيله ويحطون به، ويسموه الطبق يعني، فد اسم بغدادي يعني. هذا الاصفر اللي فوق البيت، عافيه عليك، هاي تلقيها بكل اللوحات الفلكلور البغدادي تلقين. بس شنو صحيح. يتنوعون الفنانين انه يغيرون. هاي عندك السبع عيون دائما تلقيها ايضا الفوق، انه هاي الزرقاء انه مات الحسد. جميل دمجك للعناصر مع بعض، النخل اللي ترمز للعراق، الصحن، السبع عيون، وايضا يمكن التراث، خلينا نقول، او حتى المعمار البغدادي القديم. ولكن اليوم استخدامك للالوان ايضا حابين نعرف عنه اكثر، شو اكثر الالوان اللي بتجديها بتطوعك في الرسم وبتقدر تطلع حقيقه المشهد اللي بمخيلتك؟ والله دائما استعمل الاكريليك، احب في سبب معين، احب اي يعني احب يكون شاين ويكون يعني فيه لمعه، احب يعني شويه يعني ممكن اسيطر عليه. حلو. يمكن وشيء انت تحبينه او تشوفين فيه سهوله انك تستخدمينه في الرسم؟ بديت فيه فمتعوده عليه انه فعلا فصار تعود. طيب هدى، خلينا نتكلم عن هذه اللوحه الجميله بعد الفنيه اللي قدامنا، اللي فيها مرأة واتوقع بعد معاها نوع من الثقافه الخاصه ببغداد او العراق. اكيد نفس الفكره، هي انه البوابات هاي اللي تكون بها الزجاج الملون، تكون بها هاي يعني يد الايد مالت الباب، انه المطرقه مالت الباب، انه هي الحزن فيها. انا ما اعرف يعني ليش خليتيها حزينه؟ اي صحيح. يمكن هذا الشيء بالفعل. طبعا هاي العبايه، العفو، هاي العبايه على الراس، انه هي بس سودة. العراق هاي عبايه عراقيه يعني، اكيد يلبسوها عبايه الراس. هل بتشوفي نفسك بلوحاتك هدى في بعض الاحيان؟ هل لوحاتك تفضح عن مشاعرك نوعا ما؟ يعني انت قلتي ذكرتي انه هي حزينه، هل يمكن مشاعر الحزن كانت سائده اثناء رسمك لهي اللوحه؟ يمكن ما متطرقه بيني وبين نفسي، بس من اشتغل اي شيء اني اقول خلاص راح اسوي هاي اللوحه، اولا اتحدى نفسي ولازم اني ابدع بيها، واثنين جائز اني عندي في الطاقه لحد الان انا ما مكتشفتها يعني، انا هذا الاحساس عندي. عشان شي يمكن عقب تبي ترسمين نفس ما قلتي على الزجاج وبعدها على القمار. يعني يمكن هدى هذه الجماليه في اللوحات اللي قاعدين نشوفها، قلتي بدايتش كانت في السويد وبعدها جيتي الامارات، تفكرين تشاركين في معارض فنيه للفن التشكيلي؟ اي نعم، شاركت معرض قريب، معرض دبي للفنون التشكيليه، كلش كان ناجح وحلو. كانت اول مشاركه لك؟ هاي اول مشاركتي. حلو. الحمد لله. بالفعل اليوم وجودك على ارض دوله الامارات اكيد راح يفتح لك ابواب كثير كبيره لتمارسي هذا الابداع والفن التشكيلي. الاهتمام طبعا دوله الامارات بالفنانين وايضا الموهوبين والمبدعين، ولكن عم نشوف لوحه هون ما اعتقد انك فقط استخدمتي فيها الوان الاكريليك، وانما استخدمتي مواد اخرى على ما اعتقد، المعجون او بعض ايضا الادوات الاخرى. لو تحكي لنا يمكن طريقه مزج هذه العناصر على لوحه واحده، هل هو صعب لي يمكن إيصال رسالة ويمكن لا يظهر بهذه الصورة الجمالية؟ نعم، هذا الـ 3D اللي دا تشوفي أنت، هذا قطعة قماش واستعملت وياها البورق والمعجون، تثبت على اللوحة، زائدا نفس الأشياء اللي دا تشوفيها البغداديات، لكن اللون داخل هاي البغداديات هو اللون الزجاج. صحيح. الزجاجي حتى ينطيها كأنه كانوا لمعة، كانوا زجاجة يعني. نعم. حلو، دمجت بين أكثر دمجت. من شيء. إيه نعم، أنا كلش أحب الذهبيات، أحب أحط لازم فتاتش ذهبي باللوحة بميزك. يمكن ينجذبك بعد هذا اللون؟ كلش أحبه، أحب الدارك، الألوان الغامقة، دارك الغامقة والفضل. حلو، يمكن هذه الجماليات اللي قاعدين نشوفها في لوحاتك هدى، وقلتي قاعده يمكن تركزين اكثر شيء على الثقافه، الثقافه العربيه، العراقيه او البغداديه، تفكرين ترسمين بعد يمكن بعض الافكار الثانيه او بعض الاشياء الخاصه بالمجتمع؟ يمكن لوحه تعبر عن بعض المشاكل، لوحه تعبر عن شيء يمكن في المجتمع يمكن بعض الناس ما تقدر تعبر عنه؟ جدا جدا حابه وجدا افكر. وكلش عندي طاقة انه اريد يعني، لانه انا من بديت، انا هاي بدايتي كلش قريبة يعني، ما صار سنة.
يعني أنا من أسوي مثلاً هسائل لوحاتها كلها يعني أنا يعني الحمد لله والشكر يعني لله. قدرت يعني إنه بس إن شاء الله يعني عندي استعداد إنه بعد أبدأ إن شاء الله يعني. صحيح. وخاصة من جهة الإمارات طول يعني ما لو الموهبة موجودة نحن قادرين نكتشفها في أي وقت، ولكن الأفضل أن نكتشفها في وقت مبكر حتى نقدر نتمتع في هذه الموهبة لسنوات عديدة. اليوم أيضا بنشوف كثير أطفال عندهم حب للرسم والشخبطة المبدئية يمكن في عمرهم، ولكن الأهالي عم يغفلوا عن تنمية مهاراتهم بالفن التشكيلي والرسم، كونه يمكن عم يعطوا أولوية أكثر للمواد الأكاديمية والدراسة والتحصيل العلمي. اليوم أنت كهدى فنانة تشكيلية عم تستمتعي بلذة الفن، شو تحكي للأهالي اللي اليوم عم يهملوا مواهب موجودة عند أطفالهم طبعا يدفنوها؟ طبعا أكيد أكبر خطأ إنه إحنا ناخذ دائما ناخذ دروس الرياضة، دروس الأشياء الفنية، الأشياء الحسية، الأشياء اللي تنمي إحساس الطفل، تهذب الروح والروح والنفس، إنه ناخذها على مود ننطي، مع إنه هو هذا بالنهاية يعني أبدا ما راح يفيده بقد ما راح تفيده إنه نفسيته شو راح تنسقل. يعني المفروض كل شيء يعني ينطوه حقه، والطفل محتاج الرياضة، محتاج للفنون، للأدب، للشعر، للأغاني، للموسيقى، بقد ما محتاج العلم. يعني هو إنه هاي النفس البشرية أنا يعني قلت لك يعني أكيد بيها أشياء يعني لازم تتفجر، إنه أكو أدب وأكو علم وأكو شعر وأكو موسيقى وأكو رسم، كل شيء بداخلنا يعني، بس كل واحد يشوفه يعني بمنظور كيف يطور هذه المواهب ولازم يطورها. بالتالي يمكن قلتي هدى توجهتي للفن التشكيلي على اساس انه موهبه وقدره، شو كيف تشوفين اهميه بعد الدراسه نقول الاكاديميه للفن التشكيلي؟ في ناس تكون دراسه وموهبه، وفي ناس تكون مجرد موهبه او هوايه، انت شو رايك في هذا الموضوع؟ ممكن تكون موهبه وتتنمى، وممكن تكون بس ولازم اكو موهبه يعني حتى لو قليل. صح اكيد. وهو يعني يبدي ينميها انه يدرسها ويعني يسقلها بالممارسه وبالتدريس. وممكن هو اذا حاب هذا الفن ويبدي كلش يتعمق به ويدرسه اكيد هم راح يكون افضل. اكيد اكيد. ذكرتي هدى انه انت بداتي من يمكن فترة قليلة تعتبر. نعم. بالنسبة لي الفنان التشكيلي، ولكن أكيد لحتى تقدري تبدأي بعد يمكن خلينا نقول سنوات من عدم اكتشاف الموهبة كان بحاجة لإيمان بالنفس وإيمان بالقدرات وثقة عالية كمان، وأيضا دعم من المحيطين حواليك بأنه الأعمال اللي عم تعمليها إلها قيمة وأيضا ملفتة وإلها جماليتها الخاصة. مين الشخص اللي أو الأشخاص اللي كانوا محيطين فيك ودعموك ويمكن خلوك تآمني بنفسك أكثر؟ اليوم ممكن نجرب شيء ولكن نبحث عن خلينا نقول الرضا أو يمكن القبول من الأشخاص المحيطين فينا وبالتحديد الأشخاص المقربين لنا. هل كان في حدا داعم لموهبتك بهذه يمكن خلينا نقول بالسنوات اللي أنت اعتبرتيها أنه هي متأخرة؟ أكيد أول الداعمين هم بناتي أكيد. جميل. يعني كل ما أرسم لوحة واو ماما كل يشجعوني ويقولوا لي هاي أحلى، كل ما ارسم يقولوا لي احلى من القبل، هاي احلى من قبلها، حتى يعني احفادي هم انا واو ويشجعوني والله. فبناتي في تشجيع من العائله الداعمات يعني الـ 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 الرئيسيات. وثانيا عندي صديقات ايضا يعني دائما يشجعوني ودائما يسووا لي يعني انه اسناد ودعم وبوش يعني عشان تستمرين في الموضوع او في المجال. اي نعم. دائما هدى يعني ذكرتي ان شاركتي وكانت اول مشاركه لك في معرض تشكيل او الفن التشكيلي في اماره. نعم. دبي. شو رايك بعد في السوشيال ميديا؟ يعني المعارض هي دائما داعم اكيد للفنان التشكيلي، لكن بما يخص السوشيال ميديا تحبين تعرضين لوحاتك على السوشيال ميديا ولا تشوفين اذا تفاعل الجمهور مع اللوحه وجها لوجه هالشيء افضل للفنان؟ هي كانت تجربه كلش حلوه انه انا شاركت بهذا المعرض، كانت هي يعني تجربه جديده علي. شفت انه من تشوفين بالحقيقه فنانين كبار رسمهم رائع من بلدان كلش يعني هوايه،
فاكيد الضيف تتعرفين على ناس اكثر. الضيف لك اكيد ضيف لك بصمه، ضيف لك يعني تواصل، ضيف لك طريقه انه شلون تتعاملين ويا الفن، شلون تعرضين يعني تاخذين خبره اكثر فيها. تجربه كلش ضافت لي يعني. هي نافذه للعالم اكيد. صحيح. ولكن هذا راح اكون صريحه معك، انا اكيد مهتمه جدا بالفن التشكيلي، وايضا في فتره من يمكن سنوات كنت مهتمه بشكل كبير وكنت ارسم. اليوم نحن بنعرف انه الفنان بحاجه لاجواء خاصه اثناء ممارسه هذه الموهبه وايضا الابداع، في طقوس معينه بتحبي تعيشيها اثناء الرسم. يعني انا عن نفسي كنت احب الموسيقى مع كوب من القهوه، كنت اشعر باني بافضل حالاتي واقدر بالفعل اجسد افكاري بشكل واضح وصريح على لوحات واحصل على افضل النتائج. اليوم هدى شو هي اجواءها اثناء رسمها للوحاتها؟ في موسيقى معينه بتحبي تسمعيها، امر معين بتحبي تفعلي؟ اي نعم، أنا من أريد أرسم أنه عندي لازم أم كلثوم أو خوليو. أم كلثوم أو خوليو عشان يعني تبدين الرسم. يعني هذول إيه، هذول يعني بدون رسم أو برسم أنا ينطوني فد إحساس أو ينقلوني لغير مكان أو فد يداعبون مشاعري يعني. فأخلي هاي الميوزك اللي دا أقول، وبعدين مثلا أنا أشرب شاي هواية للعراقي. أكيد أهلا العراق. الشاي العراقي. إي والله. وأبدي يعني أرسم. الحمد لله. حلو، فبالتالي تشوفين تقدرين تعبرين عن نفسك أكثر. شو الأفكار الثانية اللي تحبي تعبرين عنها هدى، يمكن من خلال الفن التشكيلي، سواء بالقماش أو بالألوان أو حتى بالأكريليك؟ بالفعل هو تعبير عن النفس، يعني بالفعل هو أنه أنت لازم تتحدين نفسك، أنه أنت عندك فد شيء لازم تنميه ولازم تقوي ولازم تطلعي للناس يعني. فأنا أشوف نفسي، أشوف نفسي هسه أنا بالرسم، ولا طول حياتي أنه الأم تكون دائما مشغولة أنه أولاد والبيت والعيال تربية، لحد ما يكبرون يكونون هم مسؤولين عن نفسهم. يعني يبدي الإنسان يشوف نفسه أنه أنا لازم أسوي شيء لنفسي. صح. لازم يعني اطلع هدى من نفسي يعني انه رائع. إيه. رائع. اليوم يمكن بس بدنا منك رساله توجهها لكل شخص بيعتبر انه صار الوقت متاخر لممارسه الابداع. نعم. اليوم انت ذكرتي انه انت. نعم. بداتي في وقت متاخر. نعم. ولكن هذا الامر ما منعك، وانت اليوم هيك فنانه تشكيليه وقادره عن التعبير عن مشاعرك بصوره جميله، وايضا بتخلدي لنا لوحات. اليوم شو بتقولي لكل شخص يظن ان الوقت تاخر لممارسه الابداع؟ والله نصيحتي لكل شخص إن كان صغير ولا كبير، وأبدا ما يهم العمر ولا الحياة، مدام الإنسان عايش مدام الحياة مستمرة لازم نوجه نفسنا للأشياء اللي نحبها، لازم نكتشف نفسنا، لازم أنه ندور على شنو الشيء اللي بداخلنا مكبوت ويعبر عنه ونطلعه ونعبر عنه بأي طريقة يعني. فعلا. أبدا يعني لازم أكو كل إنسان، ما ممكن قاعدة هي هاي يعني، أنه لازم أقفد بداخلك أنه أنت فد شيء تحبه، وما يهم كبير ولا صغير يعني. فعلا. بالفعل ما في وقت معين أبدا، ما في الحياة معين. هي لما بتشعري فيها وتمارسيها بوقتها أكيد رح تستمتع فيها. الفنانة التشكيلية هدى الأوسي، بنتمنى لك مزيد من التألق والنجاح في عالم الفن التشكيلي. سعدنا جدا بوجودك معنا ببرنامج صباح الخير يا وطن. يعطيك العافية. نورتي. العافية هدى، نورتي. شكرا لكم لهذه الفرصة طبعا. أتمنى لك التوفيق. شكرا جدا.